صباح الخير دكتور ورمضان كريم. صباحك فرح، صباح يسعد صباحك دكتور، صباحك يسعد. رمضان كريم يا رب. دكتور يعني بلش رمضان كان هيك برودة وجو حلو، وعم ينتهي مع تقلبات بالطقس، وعن جد صارت صيف وارتفع درجات الحرارة بشكل كتير كبير. هاي الارتفاع درجة الحرارة مع الصيام قديش ممكن يكون لها تأثيراتها على الجهاز الهضمي؟ طبعا اول شيء رمضان كريم، ان شاء الله الاعياد تكون اعياد مباركه للجميع. لا شك انه رمضان له طقوسه الخاصه فيما يتعلق بالطعام وبكثير من الامور اللي ممكن تحصل في تلبك معوي، او يصير في عندنا عسر هضم، او يصير في كثير قصص نتيجه طريقه التعاطي مع الطعام في رمضان. هذا بحد ذاته هو مشكله، يعني اذا لما ما تعاملنا معه بشكل صح فهو مشكله. بتجي المشكله الاكبر انه يصير في عندنا شوب، صار في شوب، يعني صار في عندنا شيء خارجي وشيء له علاقه بالجسم. بالنسبه للجسم، اولا صار في تعرق زائد، التعرق الزائد ايضا هذا عم بيخسر الجسم شوارد، هذا عم بيعمل انهاكات للجسم بشكل او باخر. خارجيا كمان له علاقة بنوعية الأطعمة، بالتأثير على المواد اللي موجودة، وخاصة بتكون يعني الحلويات والأطعمة اللي بتكون أطعمة رمضانية تكون موجودة، وعلى الأسف إنه ما عم يكون في عندنا الطريقة الصح في التخزين. العرض عم يكون مباشر على الهواء، وبالتالي تعرض الشمس عم يخرب كثير من المواد، وبالتالي في قشطة وفي كثير مواد تماماً بتخرب يعني. فهذا الشيء، ونحن كصائمين بناخذ هي المادة عم ناكلها وبنهم برمضان، بتلاقي الجسم بصير يطلب كثير، وخاصة العروض بتكون كثير جميلة على البسطات وعلى الطاولات وعلى بالمحلات. وإذا ما كانت يعني كان معرضة للشمس بشكل مباشر أو للجو العام بدون حالة النظافة، كل هذا عم يأثر بشكل أو بآخر على الجسم. إذا في تأثيرات داخلية لها علاقة بالجسم نفسه، وفي على للأسف تأثيرات خارجية. إذا نحن هدول الشغلتين ما عرفنا كيف نتعامل معهم، وما كان في ضمير بالتعامل مع الحالة بالنسبة للبائعين بوضع هذه العروض اللي قدامهم تكون محمية بشكل صح، بيكون في اشكالات كبيره. دكتور خلينا نحكي عن الوعكات اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي اشهرها خلال هذا الشهر، ومن هي من هن الاشخاص اللي ممكن اكثر عرضه للاصابه بهي الوعكات؟ طبعا يعني اكثر الاشكالات المرضيه اللي ممكن تصير عند الصائمين، هلا في يعني تنحصر بمجموعه امور بسيطه جدا. اكثر ما فيها هي عسر الهضم. نعم. طبعا عسر الهضم نتيجة المأكولات المتداخلة والتخمة، وبنحاول دائما يعني الصائم تنوع يفكر حاله جوعان كمان. تنوع وبياكل بكميات كثير كبيرة، هذا تؤدي إلى عسر الهضم. في عندنا شيء ثاني اللي ممكن يصير فيه كثير، هو اللي هو حالة الإسهال أو الإمساك. نعم. كمان هي كثير بتصير برمضان. وفي عندنا شيء كمان مهم ممكن يحصل معنا في رمضان، اللي هو النفخة والغازات، وهذا من أكثر الشغلات اللي ممكن يتعرضوا لها الناس، واللي معهم قرحات بتلاقيها بهالفترة هي بتكون مفعلة. هي تقريبا إذا بنحط نسرد شو هي الشغلات اللي بتصير، هي القصص. طيب هي الأعراض يمكن لها دلالات، ودلالات يا أما عن سوء تغذية أو على أمراض معينة ممكن تكون عم ترافق صيامنا. الواحد كيف بده هو يقدر طريقة تعامله مع موضوع الطعام خلال شهر رمضان، وتوزيع الأكل بين وجبة الفطور والسحور بطريقة تضمن صحة جهازه الهضمي وما يؤذيه؟ تماما، هو هذا هو بالنهاية، هذا هو المطلوب، انه انا كيف كإنسان كشخص كيف بدي انا قارب الأمور، وكيف بدي نظم أموري. دائما كل هذا الحكي اللي حكيناه هلا هو يعني ممكن يصير، لكن بيصير لما يكون في عنا عدم قدرة على تنظيم طعامنا. مثل ما تفضلتي، كيف نحن ناكل، ايمتى ناكل، شو الشغلات اللي لازم ناكلها، على الفطور شو لازم، على السحور شو لازم. طبعا ليس بمعنى اكل بحد ذاته، وانما تنظيم الحالة. نبدأ بالبساطة، اول شيء خلينا بحكي بالشيء البسيط اللي هو نحن برمضان تلاقي واحد بيكون صايم طول النهار،
طبعا المعده فاضيه، سوائل، نقص سوائل الى اخره، يبدا الصيام، يبدا الافطار بنهم شديد على الاكل ويبلش ياكل، بفكر انه انا لازم اعود هلا كل شيء بكل نهار، لازم كل شيء اليوم اكله هلا بهالخمس دقائق. طيب المعده طول النهار هي خليه يورد وشي يعني اخي وشه مورد ومورد على الحالتين بتورد المعده هو بيعبق وشه من الاكل الواحد تماما، فبفكر حاله انه احمر وشه هلا نحط له شغله بيخجل منه بيحمر وشه ويمشي الحال. فالفكره انه طريقه الطعام السريع خلال فترة قصيرة جدا، خمس دقائق أو عشر دقائق بده ياكل عن 16 ساعة صيام، هذا أول خطأ ممكن نحن نرتكبه. لذلك يعني حتى بالدين الإسلامي بيقول له إنه افطار شوي صغير، ارجع قوم، صلي، ارجع كل، هذا على فكرة من الناحية الطبية كلام سليم جدا، هو إنك أنت تشربي شوية شوربة، مي، تمرة، بحيث هالعصارات الهاضمة اللي بدها تطلع تتهيأ انه نعم. في شيء جايها بعد شوي. اذا اخذنا نحن ما بدنا نحكي بالموضوع الشخص الديني، وانما هي كفكره طبيه علميه انه يكون في مجال ما بين بدايه الافطار كسوائل والطعام بتهيئه العصارات الهاضمه في المعده. بعد شوي بنبلش ناكل، ومجرد حسينا انه نحن شبعنا نوقف. نحن لا، انه شبعنا يلا خلينا ناكل معلش مشان نعوض، هذا من اكبر الاخطاء كمان اللي ممكن تصير. الاكل السريع ايضا ما عم يخلي الصائم يمضغ الطعام بشكل جيد، كمان هذا عم يوصل للمعده غير مهضوم، غير يعني ما موجود عصارات هاضمه موجوده فيه، ما انه ممضوغ، لذلك بتلاقي بصير في عندنا عسر هضم، وخاصه بيكون في سكريات ودهنيات كثير خلال فتره الافطار، هذا بيعملنا نوع من التلبك المعوي، عسر الهضم، وبالتالي زياده الحموضه، بصير في توسع بالمعدة، توسع بالمعدة بيضغط على المريء، بيوسع الجزء السفلي من المريء، بتلاقي صار واحد معه حرقة، صار معه حمضة، بيقول لك أنا عم أشعر كثير. هي بنسمع الحرقة المزعجة كمان، فهي من الشغلات الكثير اللي ممكن تصير. فإذا قدرنا نحن ننسق هذا الموضوع بحالنا بموضوع الطعام، نخفف، ناكل لنشبع مو لحتى نعبي ونعوض، ويكون في عندنا وجبة تانية ممكن بعد ساعتين، ثلاثة، أربعة، معلقة بسيطة جدا، معلقة، طالما عم نحكي بالوجبات وبالطعام، اللي هي السحور. كمان من أحد المشاكل الكبيرة هو إنه نحن بنقوم نتسحر وفورا بننام أو بنشرب ثلاثة بتوع الصبح وبنضل نشرب تماما. فإذا السحور كمان يجب أن يكون أبكر، او اذا فطرت او سحرت متاخر ما نام بسرعه. هلا طبعا هذا له علاقه بطبيعه البني ادم الانسان وفئته، عنده دوام ولا ما عنده دوام، بس بده ينسق انه انا ما اتسحر ونام، ممكن اتسحر ابكر بشوي وما بسرعه اني اروح باتجاه النوم. موضوع الماء يعني كمان ذكرتيني فيه كثير مهم، هو تعويض السوائل بالجسم حتى كمان يكون في عندك توازن بجسمك، اللي هو نحن في قاعده معينه لكن بشكل عام مشان ما نفوت العالم بقواعد، انه انت بحاجه 8 كاسات مي تقريبا يوميا. 8 كاسات مي لازم اخذهم ما بين الافطار والسحور. في ناس مثل ما تفضلتي هلا بكلمه صحيحه بالمية مية، انه قبل السحور، قبل ما بيخلص السحور بيضل يشرب مي، حاط قنينه المي، انه يعني هو عم ياخذ كميات مشان تعوضه. هذا ما بيعوض، انه هذا كميه زائده. بالعكس بتصير هي مزعجه. انت بتاخذ خلال من الافطار الى السحور يجب ان يكون حوالي 8 كاسات مي، حتى يعني بين اللتر ونص واللترين تقريبا، لانه بتتمدد المعده كمان بشكل عام بتتمدد. المشكله الاكبر انه انت الكميه اللي عم تاخذيها زائده هي ما بتعوضك. يعني هون انت الصبح عم تاخذيهم كلهم ورا بعض، عم تشربي لتر مي، حتى الكلية لها استطاعة معينة لطرح السوائل، والجسم فورا بيطرحها اساسا ما بيستفيد منها. عرفتي كيف؟ فانت هذا التنسيق بقى بموضوع انه انا قديش بدي اشرب مي، توزيع الوجبات، ما اكل بتخمة، امضغ الطعام بشكل جيد، ما بلش فورا بالاكل،
خاصة عند السحور كمان موضوع البقوليات نحاول نخففها، الدهون الحار، الأكل الفلفل والحار والبهارات كمان نخففها، لأنه هي بتعملنا إشكالات نتيجة ما يحصل معنا من أكل طعام زائد. دكتور، في ناس يمكن بيتجاهل وجبة السحور بشكل نهائي، إفطار بعده الحلويات والتسالي كلياتها اللي بنعرفها، وجبة السحور ممكن تكون كمان ملغية عند البعض. شو خطورة هذا الشيء وشو آثاره السلبية؟ طبعا هذا من الأخطاء الكبيرة اللي هي وهي نفسها يعني تسقط على خارج أيام الصيام، أنه الفطور الصبح بيتجاهلوه، كثير بنتجاهله انه نعتمد على وجبه العشاء او الغداء، مع انه هذا هو العكس تماما لازم يصير. يعني دائما في مثل شعبي بيقول انه افطار ملوك وتعشى عشاء فقير، بما معناه انه انت لازم تكون الاكله الاساسيه والوجبه الاساسيه هي الفطور. ليه؟ لانه هي بدايه نهارك، الجسم بده طاقه والطاقه تاتي من الطعام اللي عم ناخده، فلذلك الفطور هو نفسه السحور. افطار خلال الايام العاديه هو نفسه السحور خلال رمضان. فالسحور هو اساس، لانه انا بدي اشتغل، بدي ضل هلا 16 ساعه انا صايم، 16 ساعه انا عندي نشاط بدني ونشاط فكري ونشاط جسدي، اذا انا بحاجه طاقه، الطاقه تاتي من السحور اللي هي بدايه نهارنا. فالسحور هي وجبه اساسيه جدا وكبيرة جدا ومهمة جدا، يجب أن ننتبه إليها، لأنه هي اللي بتعطينا الطاقة لنقدر نكمل خلال نهارنا. لذلك أكبر غلط هي تجاوز السحور مقابل أنه أنا خلص أكلت، ومثل ما تفضلتي تناول الحلويات بشكل كتير كبير، هذا بيعمل كتير إشكالات، بيعمل كتير تخمرات بالمعدة، وبالتالي بتعمل النفخة وبتعمل غازات وبتعمل إسهالات وبتعمل إمساكات أحيانا، وبتلاقي الواحد دائما في حرقه، في حمضه، في شيء ما نو مرتاح. بنلجا بعدين للادويه لنروح الحرقه، وطبعا هذا كله من الاخطاء الشائعه اللي عم تصير بينا. يعني دكتور، ذكرت حضرتك انه بتصير فعلا تخمرات بالمعده وبتصير شغلات كثير كثيره، ينتج عنا احيانا اقياءات شديده نتيجه هاي التخبيص بالاكل، العديد من الانواع، يعني بتفوت انواع اكل ما انا متناغمه مع بعضها أبداً كلها بتفوت على المعده. وقت بتصير هاي الحالات قد تصل الى الام معديه واقياءات، شو هي الاسعافات الاوليه اللي ممكن يقوموا فيها الاشخاص ويرجعوا يضبطوا امورهم خلال اليومين يلي بعدها؟ طبعا يعني نحن دائما بنقول نتمنى انه نحن ما تحتاجوا الدواء، لكن لما توصل لمرحلة انه صار فيها اساءة او صار في غلط في حق الجسم، لابد من وقت التداخل مع الحالة الدوائية. اهم شيء يعني انا برجع بقول وبأكد انه هو الوقاية يا جماعة، بس هلا انا صار عندي هذا الموضوع، بدي اضطر انا المعالجة العرضية بدي اسميها. المعالجة العرضية اللي هي في اني انا اعطي يعني مضادات الحموضة، اعطي مضادات الاقياء نوعا ما، احيانا بصير في مغص وبصير نفخات، ممكن انا اعطيه كربون لحتى اخفف من كميه الغازات اللي موجوده. فطبعا العلاج هو علاج مخفف للاعراض وليس علاج كعلاج. العلاج الاساسي يكون في الابتعاد عن هذه الحالات. اذا انا شو بصير معي اعراض الغازات، انا بدي اضطر اعطي يعني مضادات غازات، بدي اقياء، بدي اعطي مضادات اقياء، ولو انه ما بيصير اقياء لكن بيصير في حاله للقلص المعدي المريئي، ممكن يصير اقياء لكن يعني هو مؤقت جدا. وقت يصير في قلص اغلب العالم تستخدم يعني مضاد الحموضه، فرح بتلاقي اهالينا الكل انه روح خذ لك حبه اشرب لك معلقه، يعني هي الحاله قديش ممكن تكون هي جدا سيئه على تحت جهاز الهضم؟ يعني للاسف هي كلها سيئه، لانه عم تعمل الحموضه الزايده عم تحرق حتى المري. فالفكره انه لازم اخذ مضاد حموضه بهي الحاله. السوء في انه تصير معنا الحاله، مو السوء في انه اخذ الدواء. هي الادويه اذا اتاخذت باستمرار بشكل كثير كبير ما لها تاثيرات سلبيه؟ اي دواء هو ماده كيماويه لها ايجابيات ولها سلبيات، استخدام الكبير والطويل بيؤدي الى تراكم السلبيات وبالتالي اظهارها. يعني هلا انت بتاخذي حبه حبه عادي، بس لما تاخذي كثير السلبيات تبع هي الحاله او الاعراض الجانبيه لهذه الماده
تجمعت وبالتالي تظهر. فنحن دائما ضد اي دواء مستمر الا الادويه المزمنه، ادويه الضغط والسكري، يعني مشان الناس ما تقول انه والله لازم طبعاً. ما اخذهم. هي ادويه اجباري نحن ما نضل ناخذها طول عمرنا لانه هي ضروره واساسيه. لكن في الحالات العرضيه بناخذ هذا الدواء لحتى تخف الحاله. بس في بدي نوه لشغله، انه بيصير في اسهالات من هذا النوع. هذا ما بحاجه مضادات اسهال، ايقاف الاسهال. في كثير ناس للاسف بلش انه في شويه اسهال دغري بياخذوا حبه مضاد الاسهال، هذا بيزيد الحاله سوءا. ليش؟ لانه الاسهال هو عباره عن حاله من الجسم بيقوم فيها ارتكاسيه ليطرد الماده الغلط الموجوده ضمن الجسم. نجي نحن بناخذ مضادات اسهال، فبالتالي حصلت هي الكتله بالجسم وبالتالي اخذت سمومه. فانا بالعكس يعني وقت بيكون في هذا النوع من الاسهالات لا خليه يكون، نحن بنشتغل على موضوع الاطعمه اللي فيها الياف، المواد اللي ممكن تخفف شوي من موضوع الاسهال، من البطاطا المسلوقه، الكعك بدون سمسم، شاي ثقيل شوي بدون سكر او خفيف سكر خفيف، كل هي بتساعد على ايقاف الاسهال بدون ما اخذ الادويه، لانه هي كثير مهمه وكثير ناس للاسف توقع فيها. دكتور بنسمع دائما صوموا تصحوا، بنسمع عن كثير من الامراض يلي ممكن تخف او حتى تتوقف خلال شهر رمضان الكريم، اذا دائما بنقول نتم بطريقه صح ومنظمه واختيار كمان نوعيه الاكل. خلينا نتعرف يمكن على اغلب هي الامراض او الوعكات اللي ممكن نحن تخف خلال هذا الشهر. لا شك الصيام هو من الناحيه الدينية مالنا فيه، لكن من الناحية الطبية والعلمية هو حالة صحية جدا للجسم. دائما الجسم بفترة من الفترات مثل ما نحن بنقول بدي اطلع انا اليوم يمكن عم نحكي تحت الهواء، بدنا نطلع على البحر. ليه بدي اطلع على البحر انا اسبوع؟ هي فقط مشان الجمال، بشوفه على الكاميرات وبشوف كيف مكان انتهى. هي فترة راحة، بحاجة اني انا ريح فكري، ريح عيوني، ريح جسمي، ارتاح، اعمل ريلاكس لحتى ارجع لنشاطي. برمضان نفس الحالة فيما يتعلق بالجسم، هو يحتاج راحة، يحتاج تنظيف سمومه. دائما خلال فترة من السنة اللي نحن متعودين فيها على التخبيص بكل شيء، بيجي رمضان طبعا اذا استخدمناه بشكل صحيح، مو عملنا مثل ما هلا عم نقول تخمة بالاكل ومواد من هون ومن هون بدون بشكل غير مدروس. يجب ان يكون للجسم حاله راحه، حاله فتره لحتى ياخذ ريلاكس. هذا الريلاكس اللي ممكن ياخذه الجسم اللي هو بتنظيف السموم تبعه، فبتلاقي ينتظم ضغط الدم، ينتظم السكر، يخف اذا كان في دهون بتخف الدهون، بنخفف من وزننا شوي. طبعا مع انه يعني الصيام مو هو لانه قله الاكل بتخفف الوزن، وانما النشاط اللي بيصير هو بيحرق الدهون وبالتالي يخف، ممكن يساعد بتخفيف الوزن. الدم حتى نفسه بيتنشط اكثر واكثر. فالصيام هي حاله صحيه بالمطلق. يعني في كثير ناس انا بقول لهم يعني ما شرط الصيام، انا كثير بحب صوم. الصيام ما بدي يفوت فيه بالطقوس تبعه ماني فيها، لكن انا فعلا الصيام بيريحني، بيريح جسمي. لكن النقطة الوحيدة انه كمان نظم سهري، لانه هون عم بتعرض اني خليني اقولها معلش ولو انه معاكس للسؤال، لكن ضروري جدا ونحن برمضان يختلف النظام النوم تبعنا. هذا الاختلاف عم يخلينا ما عم ننام، يعني بنقضي سهر على التلفزيون او على النت للسحور، بننام ساعتين بنقوم. هذا بيأذي، هذا ما بيخلينا نستفيد من فوائد الصيام كصيام. يعني انا المفروض انا افطرت، خلصت، ارتحت شوي، لازم نام. لا، هذا النوم بفتره معينه، فقت، امتى عملت السحور بوجبه تكون معقوله، رجعت نمت. هذا التنظيم هو اللي بيخلي الجسم يرتاح صحيا، الكبد بيتنشط، الطحالي بيتنشط، المعده بترتاح، الرئتين بيخف الضغط عليها. اذا كان في عندنا امراض يعني في المعده ايضا الصيام بيريحها. مع السوائل بتخلي اعاده ترتيب الجسم، ترتيب شوارده، وبالتالي بتلاقيه
الانسان يفترض يطلع من رمضان نشيط، جسمه مرتاح، سكره مضبوط. الميزان مقياس دكتور؟ الميزان لما نزين حالنا بنهايه شهر رمضان ممكن يكون مقياس انه نحن مثلا اذا خسرنا وزن او كسبنا وزن او لا ما دخل؟ كل جسم يعني ملتان. يعني موضوع الميزان هو هاجس كثير وخاصه النساء، قديش زدت كيلو نقصت كيلو. هذا الحكي انا برايي ابدا ما نقرب عليه. زياده الوزن ايمتى بنشوفها؟ لما تكون زياده وزن غير طبيعيه او نقص وزن غير طبيعي. اما انا زدت كيلو ونقصت كيلو وزدت كليين، يعني انا بيجيني كثير على العياده انه دكتور انا امبارح كان 65 يوم، مو معقول 66 يوم 80 بعد رمضان. اكيد اذا 80 في اشكاليه كبيره، يعني هذا بنقول له جوزها طلقها. لا اكيد يعني زياده الوزن كيلو وكليين وثلاثه ونقص كيلو وكليين هذا لا يعتبر لا زياده وزن ولا نقص وزن. يعني هلا انا اذا اكلت تلاقي اليوم اكلت هلا قمت زلت وزني راح يكون وزني زياده، هذا غير مانو مقياس ابدا. المقياس الاساسي هو انا نشاط الجسم، يعني انا بقدر اعرف حالي انه انا تعبان وبعرف حالي انه انا جسمي لا مرتاح متنشط، يعني انا بقوم على شغلي بتحرك بروح. في كثير من الشغلات اللي انا كنت عاني منها، الضغط على الصدر، الاكل، التقمه، هي عباره عن تقليص من المواد التي تسيء. وهون بدي فوت على شغله صغيره سريعه كمان، انا دائما يعني التدخين هو التدخين الزائد كمان برمضان هذا بيأذي كثير وبيعمل عسر هضم على فكره وبيعمل مشاكل غير انه مشاكله العاديه. لذلك حتى المدخنين يجب ان يكون رمضان فرصه لنخفف شوي من النيكوتين اللي عم ناخده. هو للاسف بيصير بالعكس، يمكن فرح بعد الافطار بيصير بدهم يعوضوا الدخان ويصير دخان بلشوا، يعني مو انه بياخذ سيجاره لا عشرة، يعني انه انا لازم اعوض النهار كله اللي ما شربت فيه سيجار، يعني هذا من الاخطاء الشائعه اللي نحن. دكتور نتشكر كثير على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله هيك يا رب يكونوا كل الاشخاص يقدروا يستفادوا منها. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور مره ثانيه، واكيد الصحه والسلامه لنجم.